فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، رواه أبو داود. نعم. يقول: هل يقاس على المملوك العامل أو السائق؟ نعم، يقاس عليه. أنك تجي العامل أو مستاجر تقول: اترك العمل عند هذا، تعال عندي زودك، ولا عند فلان عنده أكثر، هذا لا يجوز، هذا فيه إفساد وفيه إساءة إلى أخيك، فلا يجوز لك هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.